السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام. كشبكة عنكبوتية سامة تنشر إيران ميليشياتها في المناطق العربية، تتحكم بزمام تحركاتهم وتستخدمهم في ضرب الشعوب العربية وإسقاط دولهم في أيديها. نصيريون في صنعاء، وحوثيون في بغداد، وصدريون في بيروت، تربطهم الطائفية والانقياد الأعمى لنظام الولي الفقيه في طهران. تسمع عن مصرع قادة لحزب الله في اليمن، وتقرأ عن مقتل حوثيين في العراق، وتشاهد جثث الهالكين منهم في أوطان غير أوطانهم وبلدان لا تجمعهم بها سوى الولاء الفارسي ومشروعه المدمر للمنطقة. وإذا استدعى الأمر استجلبت إيران من شيعتها في باكستان 50,000 وتنشرهم بين ميليشياتها المتغلغلة في أوطاننا العربية ليزدادوا إفسادا. فما دلالات مصرع العديد من المرتزقة والقادة الحوثيين في صفوف الميليشيات الشيعية في العراق؟ وما الذي تهدف إليه إيران من وراء تشبيك الميليشيا التابعة لها في الدول العربية؟ وما خطورة ذلك على البلدان العربية ودول المنطقة بشكل عام؟ مصرع مرتزقة وقيادات حوثية في العراق، دلالات الزمان والمكان، موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. سعدني أن أناقش هذا الموضوع مع ضيفي عبر الاتصال المرئي الدكتور المحامي طارق شندب، أستاذ القانون الدولي. أهلا وسهلا بك دكتور طارق. أهلا فيك. تحية طيبة لك دكتور، كما أرحب أيضا بالصحفي عمر الجنابي الكاتب والصحفي العراقي رئيس مركز نطاق لتطوير الصحافة وصناعة الرأي العام. مرحبا أيضا بضيفي الصحفي عمر. وقبل أن أبدأ بالحوار نتابع مشاهدين أولا هذا التقرير. يدي حوثي في القصف الأمريكي الثلاثاء الماضي في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد بمقتل قيادي حوثي في الضربة الأمريكية في جرف الصخر بالعراق. عن مسؤولي دفاع أمريكيين وعراقيين أن غارة أمريكية قرب بغداد الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل قيادي حوثي. الحوثية في تعريفها الحقيقي تنظيم إرهابي أرادته صانعته إيران تنظيما عابرا للحدود، ذلك ما تقوله جميع المعطيات بدءا من واقع الحال في البلدان التي انتشر فيها سرطان الميليشيات، حيث أرسلت إيران الحوثيين ليتدربوا في ضاحية لبنان ثم ليقاتلوا في سوريا وصولا للانكشافات المتتالية التي تؤكد أن إيران عمليا شكلت جيشا طائفيا إرهابيا يتم نقل مقاتليه بين الدول دون مراعاة لمبادئ سيادية أو حدود جغرافية، حيث التكامل بين الأذرع الإيرانية لاستهداف الدول العربية وفي العمق منها المملكة العربية السعودية التي تسعى إيران لتطويقها بدول تتحكم بها ميليشيا إيرانية الهوى والهوية. ورأس الحربة في هكذا مخطط ميليشيا الإرهاب الحوثية. أحدث الانكشافات في هذا السياق تمثلت في تأكيد مصرع الميليشاوي الإرهابي القيادي الحوثي حسين شعبل الذي لم يقتل في صنعاء ولا في صعدة ولا في أي بقعة على امتداد الجغرافيا اليمنية، بل لقي مصرعه في الجغرافيا العراقية. ووفق مصادر عراقية فقد هلكت مع شعبل قيادات إرهابية أخرى، ليترك مقتل حوثيين في العراق ألف تساؤل عن المخطط الإيراني الذي يتصدره الحوثي، والتساؤلات ذاتها تغدو أعلى دويا ودلالة عند ربطها بأوهام الحديث عن خريطة طريق للسلام مع ميليشيا الإرهاب. فالميليشيا التي تذهب للقتال في دول أخرى بأوامر من إيران، كيف يتوقع البعض منها أن تكف عن القتال في اليمن أو لاستهداف الجيران؟ ومن يستغلون فلسطين القضية المركزية للمسلمين ليشكلوا جيشا طائفيا يطوق بلاد الحرمين، كيف يمكن الوثوق بهم وبأذيالهم من قبل اليمنيين؟ تساؤلات تؤكد مع غيرها من المعطيات أن من يعيشون على وقع صرخة اللعنة وتحركهم إيران بالريموت لن يتوقفوا ما بقي بيدهم سلاح عن نسف استقرار المنطقة وصناعة الموت.
شكرا للزملاء الذين أعدوا لنا هذا التقرير، وأجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي عبر الاتصال المرئي المحامي الدكتور طارق شندب أستاذ القانون الدولي. كما أرحب أيضا بضيفي عبر الهاتف الصحفي العراقي عمر الجنابي الكاتب ورئيس مركز نطاق لتطوير الصحافة وصناعة الرأي. مرة أخرى مرحبا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ بالدكتور طارق شندب. طالعتنا الأخبار أن قيادات حوثية ومرتزقة لقوا مصرعهم في العراق، من ضمنهم حسين عبد الله الشعبل الملقب بأبو جهاد، وكذلك أحمد البرق الشرفي من محافظة حجة. ما دلالة مصرع هؤلاء الشخصيات أو الحوثيين في العراق؟ شكرا أخي العزيز، شكرا لك ولضيفك الأستاذ عمر وللسادة المشاهدين. أهلاً موضوع وسهلاً. خطير جدا ما تطرحه حضرتك وهذه القناة المباركة التي تنير الشارع العربي والإسلامي عن كثير من القضايا التي تواجه الأمة العربية والإسلامية، وبالأخص قضية الميليشيات، وبالأخص قضية ميليشيا الحوثي الإرهابية التي عاشت فسادا وإرهابا بحق الشعب اليمني، والآن تعيش فسادا وإرهابا بحق الشعب العراقي، كما عاشت فسادا وإرهابا في لبنان وفي سوريا. هذه الميليشيات التي تحركها إيران والتي لا تخضع بولائها سوى للولي الفقيه، وتحارب أبناء جلدتها وتحارب أبناء دينها، للأسف هي ميليشيات كما صنفها الكثير من الدول ميليشيات إرهابية، ارتكبت الكثير من المجازر سواء في اليمن سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان، تقاتل بطابع طائفي مقيت غير ديني غير أخلاقي غير إنساني. أكثر هؤلاء المجرمين المنتمين إلى تلك العصابات هم ملاحقون في بلدانهم من قبل الدول الرسمية، سواء في جرائم ارتكبوها بحق الأطفال أو بحق النساء أو جرائم القتل والسلب، ومنها ملاحق كثير من الميليشيات الحوثية التي سرقت الشعب اليمني وانتهكت أعراضه وماله. وللأسف هناك سكوت أقولها بكل صراحة من الدول العربية ومن دول العالم عن هذه الميليشيات التي تعيش فسادا وإرهابا، بل كانت كثير من الدول الغربية تستخدم تلك الميليشيات لتحقيق مآربها في ضرب الوحدة بين الشعب اليمني والوحدة المكونة الأساسية للأمة العربية والإسلامية. ولا ننسى كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الدول الغربية منعت الشرعية اليمنية من الدخول إلى الحديدة، ودعمت الحوثيين في كثير من القرارات الدولية، وكيف كذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية وقفت إلى جانبهم في كثير من المفاصل الأساسية. هذا لا يعني أن هذا الخلاف الذي يظهرونه في الصرخات وغيرها هي أمور محسومة أنها فقط شكلية، وأن الاتفاق الأساسي بين الإيرانيين والصفويين من جهة وبين الإسرائيليين والغرب هو اتفاق أساسي ومبدئي لتمزيق الأمة العربية وتمزيق الأمة الإسلامية. بالعودة إلى الموضوع الأساسي وموضوع مقتل ميليشيات من عناصر من الميليشيات في العراق، ماذا يفعل تلك ذلك الميليشياوي في العراق؟ لماذا جاء إلى العراق؟ هل يقتل الشعب العراقي ويشارك في ارتكاب جرائم كما ترتكب جرائم ميليشيات الحشد الشعبي التي يعني سافكت دماء الشعب العراقي وأسالته وما زالت تفتخر بطائفيتها؟ هذه الميليشيات يجمعها أمر واحد، هو القتال الطائفي ضد أبناء بلدانهم ضد المسلمين، وهم لا يحرمون ولا يأخذون في الله أي دليل سوى أنهم يخضعون فقط لسلطة الولي الفقيه. نعم. ولمبادئ الغير أخلاقية في قتل الشعب العربي والمسلم. إذن تحركهم الطائفية وتحركهم إيران كبيادق تنقلهم من مكان إلى مكان، هذه النقطة أنقلها للصحفي عمر الجنابي الكاتب والصحفي العراقي. أستاذ عمر، كيف ينظر الشعب العراقي إلى مصرع مرتزقة وقيادات حوثية في داخل بلادهم؟ ما الذي كان يفعله هؤلاء هناك؟ بداية مساء الخير عليكم أخي مختار والعزيز الدكتور طارق شندب ومشاهديكم الكرام. مرحبا. هناك يعني توضيح بسيط يجب أن يطلع عليه الأخوة المشاهدين. ميليشيا الحوثي لديها مكتب رسمي في العراق، هناك مكتب يديره أبو دريس، وأبو دريس يجري لقاءات رسمية مع مسؤولين عراقيين مع قادة كتل سياسية ويلتقط معهم الصور ويهدي الهدايا التذكارية، لذلك هناك تواجد رسمي. كذلك التحالف الحاكم الذي يحكم العراق الآن وتعترف فيه الأمم المتحدة ومجلس الأمين وجامعة الدول العربية ودول الجوار هو تحالف
تقريبا 70% منه من فصائل مسلحة. هذه الفصائل منضوية في الحشد الشعبي، وهي تسمى في العراق الفصائل الولائية، وهي تابعة بشكل مباشر للولي الفقيه في إيران. ذلك العملية كلها تدار بشكل رسمي. أيضا هناك مناطق منزوعة السكان، نزعت من سكانها عام 2014 لدى دخول تنظيم داعش إلى بعض المناطق، ثم انسحابهم منها، ثم دخول فصائل الحشد الشعبي إليها واستقرارهم فيها. بضمن هذه المناطق هي منطقة جرف الصخر. جرف الصخر هي منطقة شمالي بابل 60 كيلومتر جنوب بغداد. هذه المنطقة تمتاز بأنه هي عقدة ربط ما بين محافظة الأنبار ومحافظة بغداد وأيضا كربلاء. هذه المنطقة هي منطقة محاذية للنهر دجلة، بيئتها معظمها بيئة ريفية، فيها بساتين كثيرة، والأهم من ذلك فيها ثلاث منشآت عسكرية، وهي مركز تصنيع عسكري إبان النظام السابق قبل 2003. هناك حتى مصانع لتصنيع الأسلحة البالستية أو لتخزين الأسلحة البالستية، كذلك مصنع للأسلحة البيولوجية، وهناك إمكانية لإخفاء الصواريخ البالستية وكذلك تصنيعها. إذا نحن نتحدث عن منطقة نزع منها سكانها وأخذها بشكل مباشر أبو مهدي المهندس بداية عندما كان يدير حزب الله واستقر فيها حزب الله. حزب الله حول هذه المنطقة إلى معسكر للتدريب، وفيها أيضا سجون سرية بحسب ما أعلنت التقارير الرسمية. ووزير الداخلية الأسبق محمد الغبان برغم أنه هو من منظمة بدر، بمجرد أنه دخوله إلى هذه المنطقة عام 2015 أو 2016 جرى اعتقاله وأطلق سراحه بعد ذلك واستقال من الوزارة. إذن حتى المسؤولين العراقيين بدءا من حيدر العبادي رئيس الوزراء وصولا إلى محمد الشاعر السوداني مرورا بالكاظمي لم يستطيعوا دخول هذه المنطقة، ولم يستطيع أي مسؤول عراقي دخولها. وهذه المنطقة طبعا تسكنها عشيرة الجنابين. حتى شيخ الجنابين تحدث بمؤتمر رسمي قال ذهبنا إلى إيران وقالوا لنا هذا الموضوع في لبنان، ذهبوا حلوا في لبنان. إذن هذه المنطقة خارج سلطة الجهات العراقية وتدار بشكل مباشر من حزب الله، وهي منطقة تعتبر منطقة عمليات وتدريب. إذن المنطقة التي قصفت من قبل التحالف الدولي، والتحالف الدولي يعي ذلك ويعلم منذ سنوات أن هذه المنطقة يتم فيها تصنيع السلاح وتدريب المقاتلين من مختلف دول العالم المرتبطة بإيران، الذين يتدفقون عبر الحدود العراقية الإيرانية برا، حيث لا توجد فيزا أيام الزيارة، زيارة عاشوراء أو زيارة الأربعين. وبنظم ذلك ما ذكرتموه في تقريركم اختفاء 50,000 باكستاني في العراق، أو لا قد يكونوا في معسكرات التدريب أو تم تدريبهم وزجهم في جبهات معينة. التقارير الصحفية تتحدث على أنه من هذه المنطقة انطلقت طائرات ضربت منشأة أرامكو في السعودية، ومن هذه المنطقة خرجت جهات نفذت عمليات اغتيال واختطاف في العراق، ومن هذه المنطقة تقوم القوات الأمريكية بالانتقام من الميليشيات في أكثر من مرة. هذه ربما المرة الخامسة أو السادسة يتم قصفها. إذن استمعت دكتور طارق إلى هذه المنطقة التي ربما تديرها إيران بشكل مغلق وتتحكم بها بشكل كامل، وتستقلب إليها ميليشياتها من كل مكان، تعمل على تدريبهم وتعمل على أيضا تنسيق الجهود التخريبية فيما بينهم للإضراب في الأوطان بالأوطان العربية. ما تعليقك؟ يعني تحية مرة ثانية لصديقي العزيز أستاذ عمر الجنابي ابن العائلة والعشيرة الكريمة، وهذه العشيرة التي لها تاريخ طويل في العراق وفي العالم العربي والإسلامي، والتي يعني كثير من أبنائها الآن هم مهجرون قصريا. هذه المنطقة التي تكلم عنها الأستاذ عمر هنا هي تغيير، جرى فيها تغيير ديموغرافي. هذه جريمة ضد الإنسانية تمارسها تلك الميليشيات. يعني عندما تسمع آلاف العراقيين الذين تكلم باسمهم الآن الأستاذ عمر، وهم لا يستطيعون أن يعودوا إلى موطنهم، إلى أرضهم، تركاتهم، هذا الأمر يحز في قلب كل إنسان. هم حتى مهجرون داخل العراق وخارج العراق، وهذه الميليشيات التي أحصلت التغيير الديموغرافي واحتلت أراضي الناس بالقوة والسلاح
أي عن أي تاريخ، عن أي إسلام يتحدث هؤلاء تلك العصابات الإرهابية؟ وعندما يذهب وفد من المشيرة الكريمة إلى إيران ويقول القرار في لبنان مع ميليشيا حزب الله التي ارتكبت نفس الجرائم بحق الشعب السوري وهجرته وارتكبت جرائم ديموغرافية، ثم يتحدثون بالإسلام وغير الإسلام وبتحرير القدس وبالأخلاق الإسلامية وغير ذلك. الكذب والنفاق الذي تمارسه تلك الميليشيات بحق الشعوب العربية، بحق الشعب العراقي، بحق الشعب اليمني، بحق الشعب السوري واللبناني، آن للكثير من المسلمين والعرب أن يعوا خطورة تلك الميليشيات. وكذلك لفتني ما قاله الأخ الأستاذ عمر، وهو مختص كأنه صحافي مخضرم وابن المنطقة، عن أن تلك التي تعتبر هي وكر أساسي للعصابات والتدريبها، وأن التحالف قصفها عدة مرات. هنا لابد من إشارة إلى أمر مهم، وهو أمر لا يخفى لا على الأستاذ عمر ولا على حضراتكم كثير من السادة المشاهدين، أن تلك الميليشيات التي تمارس ذلك الإرهاب تم بناؤها والسماح لها بتدريب أن تلك الميليشيات ارتكبت تلك ذلك الإرهاب بإطاء أساسي من التحالف الدولي. للأسف كان التحالف الدولي يقصف المدن السنية في العراق في الجو، وكان قاسم سليماني على الأرض يرتكب الجرائم مع عصاباته. التحالف الدولي وكثير من الدول للأسف تعتبر تلك الميليشيات حليف سري لها، هي رعتها، هي ربتها، والآن انقلبت عليها على تحالف. هذه التي سفكت دماء العراقيين واليمنيين وكل الشعوب العربية المسلمة هي للأسف هي ميليشيات لا تعترف لا بالدين ولا بالدولة، وإنما هي ميليشيات طائفية، وغرب رعاها طويلة، وآن للكثير من الدول العربية وللمسلمين أن يعرفوا خطورة تلك الميليشيات. أعود إليك الصحفي عمر الجنابي الكاتب والصحفي العراقي، كيف حولت إيران أستاذ عمر، كيف حولت إيران البلد العربي والعروبي العراق إلى بؤر ومواطن لنشر الطائفية واستهداف وتشجيع الميليشيات الطائفية الأخرى في الأوطان العربية؟ يعني إجابة لهذا سؤالك نبدأ من حيث انتهى الدكتور طارق شندل. هناك أسست الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006 ما عرف بفرق الموت، أسسها شخص يدعى جيمس ستيل، وهذا جيمس ستيل هو خبير في الحروب القذرة أو هذا المصطلح كما يطلق عليه، وهذا عمل على تأسيس ما عرف في وقتها بفرق الموت. فرق الموت تكونت من منظمة بدر أو فيلق بدر 9 الذي قاتل مع إيران ضد العراق مدة 8 سنوات، ثم تحول إلى العراق بعد 2003، وكذلك ما عرف آنذاك الميليشيات أو جيش المهدي، دمج هؤلاء فيما عرف الآن يعرف بالشرطة الاتحادية. هؤلاء فرق الموت هم من بدأوا عمليات تغيير ديموغرافي في الداخل، إضافة إلى ما عملت عليه منظمة بدر بشكل منفصل من تصفية للضباط والقادة والعلماء. في عملية تغيير ديموغرافي حدثت بإدارة وإشراف أمريكي عقابا للسنة على قتالهم ورفعهم راية المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي، ثم بعد ذلك تطور إلى أن يصبح منهج دولة، سياسة دولة، وهذا ما دفع بالمحافظات السنية إلى التظاهر بين عامي 2013 و14، وثم أدخل داعش إلى هذه المناطق وهجر سكان هذه المناطق، ثم أدخل الحشد بشكل رسمي إلى البلد أو إلى المحافظات والمناطق السنية. بعد دخول الحشد والفصائل التابعة إلى إيران لهذه المناطق بدأت تظهر علامات فرض القوة ولي الأذرع وفرض الطقوس والإجراءات القسرية التي عادة ما تتبع أينما حلت هذه الميليشيات، وأنتم في اليمن يعني أدرى بها من غيركم. الآن هناك يعني بعض الفعاليات التي يقوم بها قادة الفصائل المسلح الذين هم أصبحوا قادة العملية السياسية، يعني نتحدث عن مثلا قائد منظمة بدر هادي العامري، هو يدير 17 لواء في الحشد الشعبي، وهو أيضا يدير وزارات، وهو قائد في إطار التنسيق الحاكم. نتحدث عن قيس الخزعلي، نتحدث عن أبو آلاء الولائي كتاب سيد الشهداء، نتحدث عن قادة فصائل موجودين الآن
حتى حزب الله لديهم كتلة سياسية موجودة وهم أعضاء في الإطار التنسيق الحاكم. هؤلاء الآن هم من يديرون البلد وموارد البلد وأسلحته وكل شيء بيد هؤلاء، والعالم يتعامل معهم بشكل ودي وطبيعي كأنهم جهة رسمية طبيعية، وهم يلعبون دورين. دور المقاومة هو نفس الفصيل، يعني تركيبة الحشد الشعبي ليست التركيبة التي معتمدة في السياقات أو الأطر العسكرية. كل فصيل من الفصائل المسلحة اختار مثلا اللواء 47، لواء 46، لواء 43، هؤلاء أصابع للحق. كل اللواء أصابع للحق، مثلا لواء 45 سيد الشهداء، كل اللواء سيد الشهداء، والميزانية تعطى إلى هيئة الحشد بدون أن تذهب بودرة الرواتب إلى وزارة المالية. بمعنى أن الأسماء لا تصل إلى الدولة، الدولة ليست لديها أسماء عناصر الحشد. إذا وضحت هذه الصورة. إيه وضحت. وبالتالي نحن أمام وضع ربما أكثر تعقيدا بسبب تراكم الميليشيا في هذه الدولة ومحاولة إضفاء الطابع الرسمي لها، رغم أنها تحمل من ذلك أخي مختار تحمل هذه صفة طائفية وتبعية مباشرة لإيران. هذه نقطة مهمة. الوزارات يعني على اعتبار مثلا وزارة التعليم العالي، لأن وزارة التعليم العالي يقودها قيادي في عصابة أهل الحق، هو يدير الوزارة، هو الوزير نفسه، وكذلك وزراء آخرين ورؤساء كتل ورؤساء لجان. يعني على سبيل المثال الآن شخص يدعى يزيد طلب من بعد تغريدة للصدر، طلب منه أنه يعفي من عملية الاعتداء من قبل أنصار الصدر بعد تغريدة للصدر. الصدر طلب منه أنه يغير اسمه، هو غير اسم الشخص الذي يدعى يزيد إلى عمر. هذه عقدة 1400 سنة موجودة الآن تحكم في العراق. الصراع الذي كان دار آنذاك ما زال موجود في العراق. لذلك مشكلة العراق اللي هي ليست مشكلة آنية، ليست في عملية تدفق ميليشيات من الخارج أو تسرب عناصر، المشكلة بنيوية، المشكلة في النظام، المشكلة في عملية بناء النظام، المشكلة في الكوادر السياسية والعسكرية والحزبية الموجودة، المشكلة في العقلية التي تصدر للمجتمع. طيب. المشكلة في تعامل المجتمع الدولي مع هذا الوضع على أنه وضع طبيعي. أمام هذا الوضع المتشابك والمعقد والمليء بالطائفية والتدخل الإيراني الفاضح، دكتور طارق، ما الدور الذي تلعبه تلك القيادات الحوثية من وجهة نظرك، والعناصر والمرتزقة الذين تم تهريبهم من اليمن إلى العراق؟ أكيد نفس الدور الذي تلعبه تلك الميليشيات في العراق من أعمال تخريبية، بل أكثر من ذلك يقومون بالتدريب تلك الميليشيات للعودة إلى اليمن وارتكاب نفس الجرائم التي ترتكبها تلك الميليشيات سواء في العراق أو في لبنان أو في سوريا. يعني هذا مفهوم الميليشيات ماذا يكون في كل النظم العالمية، في كل دول العالم الميليشيات هي فرق مرتزقة أو عصابات قاتلة، نفس المخدرات وعصابات القتل وعصابات التي تفرض قوات في بعض الدول، نفس الأسلوب تستعملها ميليشيات الحوثي عبر ميليشيات الحشد الشعبي عبر ميليشيا حزب الله، الذهاب إلى دول أخرى، مشاركة في نفس الأعمال التي يسمونها جهادية وهي أعمال إرهابية، التدريب على عمليات التفجير والقتل، الشرب نفس العقيدة المجرمة، والعودة إلى بلادهم لارتكاب وتنفيذ تلك المجازر أو تلك الخطط أو تلك التدريبات المتعلقة بالاعتداء. نحن في لبنان كذلك نعاني نفس الأمر. ميليشيا حزب الله قتلت من اللبنانيين ما قتلت اغتيالا وتفجيرا وخطفا، نفس الأمر فعلوه في سوريا عندما جاءت كل ميليشيات العراقية الشيعية والميليشيات من اليمن كذلك شاركوهم، والميليشيات الباكستانية والعراق والأفغانية الشيعية وشاركوا وما زالوا حتى اللحظة يقتلون الشعب السوري بطابع طائفي. ما الذي يجمع الباكستاني مع السوري حتى يأتي إليه ويذبحه؟ نفس الأمر بالنسبة للميليشيات الحوثية تذهب الآن إلى العراق، تبادل خبرات، تدريبات، ارتكاب نفس المجازر، وهذا الأمر يعني أعلن عنه حزب الله مرارا وتكرارا، حتى هم موجودون في بيروت، يعني يأتون إلى بيروت، أعمال الإعلامية قنواتهم تبث من بيروت من قلب الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت بغطاء ودعم ميليشيا حزب الله، حتى باستعمال نفس أجهزة المعدات التلفزيونية بأسماء ولوغو آخر، وهذا الأمر معروف. للأسف
الدول العربية كما قال الأستاذ عمر وكما أشرت حضرتك تتعاطى مع موضوع الميليشيات سواء في للأسف في اليمن يعني قد يكون أقل قليلا أو في العراق تتعاطى معهم كأنهم الدولة، الأمم المتحدة تتعاطى معهم كأنهم الدولة، أي يشرعون عمليات الميليشيات مع أنهم ارتقبوا ما ارتقبوا. الغرب كله يعرف أن تلك الميليشيات هي ميليشيات وأنها ميليشيات قاتلة وتحكم باسم الدولة كما هو الحال الآن في لبنان كذلك الأمر، ولكن الغرب له مصلحة في إيجاد تلك الميليشيات لاستعمالها ساعة يشاء، وللأسف كثير من الدول العربية تسكت عن تلك الميليشيات بطابع إما الخوف أو عدم إثارة موضوع الابتزازات كما هو حصل سابقا عندما قصفت تلك الميليشيات من قلب جرف الصخر وقلب العراق قصفت أرامكو وغير ذلك، أو يعني للأسف كما قال الأخ عمر هناك عقدة تعيشها تلك الميليشيات 1400 سنة، ونحن كدول عربية وإسلامية نحاول أن نغطي الحقيقة ولا نتعاطى مع هذا الأمر لحله من جذوره، بل نتعاطى معهم كأنهم أصحاب دولة وأصحاب يعني أصحاب مدرسة سياسية حديثة، وللأسف هو الأمر يختلف، هؤلاء فكرهم يقوم على القتل والإجراء والتاريخ يشهد على ذلك والحاضر. أستاذ عمر، فيما يتعلق بالأنشطة الصحفية لرصد مثل هذه التحركات، تابعنا الكثير من الصحفيين العراقيين ينددون بهذه التحركات الحوثية في العراق وما يقومون به من أنشطة، وأيضا يدينون هذا التواجد الميليشاوي لجماعة ميليشاوية مصنفة في كثير من الدول العربية تحت قائمة الإرهاب، وكذلك في منظمة الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى أصح. ما أبرز الأنشطة التي رصدتموها كصحفيين وكأيضا متابعين لمثل هذه القيادات والعناصر الحوثية المهربة إلى داخل العراق، ما الذي تقوم بها وما الذي تستجلبه لليمن بالتحديد؟ نعم، يعني بالنسبة للأنشطة التي تم رصدها، مثلا قيادات حوثية تجري لقاءات اجتماعية وعشائرية في مضايف عشائر في الجنوب والفرات الأوسط، كذلك ظهروا بعدة تظاهرات العام الماضي أو قبل أشهر عند الحدود العراقية الأردنية عندما دعت فصائل مسلحة إلى التظاهر على الحدود مع الأردن، بعد يعني دعوة من قيادات فصائل إلى التحشيد هناك. كذلك ظهروا في تجمعات وتظاهرات في وسط العاصمة العراقية بغداد وظهرت شعاراتهم المعروفة باللونين الأخضر والأحمر. ظهروا في عدة أنشطة وفعاليات على اعتبار أنهم تحت مظلة الدولة العراقية يعملون، على اعتبار أن هناك شرعية لوجودهم، هناك مكتب رسمي، هناك ظهور، هذا بالإضافة إلى نشر قيادات سياسية ومسلحة لصور مع أبو إدريس وغيرهم من القيادات الذين يتواجدون، وأيضا يتواجدون بالصفوف الأولى في كثير من المؤتمرات والتجمعات الرسمية التي تحضرها الحكومة العراقية والقيادات الأمنية. في مجال التغطية الصحفية للأسف هناك مشكلة في العراق في عملية تغطية هذا الكم الهائل من الأحداث والتفاصيل والتقارير الصحفية، هناك اجتهادات من بعض الزملاء الصحفيين الذين ينشرون عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، لكن في العراق هناك مشكلة في عملية التوازن والنشر الإعلامي على اعتبار أنه لا توجد منصات إعلامية يعني مستقلة تقوم بهكذا تغطيات هامة وضرورية، ولكن توجد منصات وقنوات تلفزيونية ووسائل إعلام تابعة للجهات السياسية، وهذه الجهات السياسية بالتالي لديها مصالح ومكاسب سياسية لا تريد الدخول بأي مشاكل مع التحالف الحاكم في العراق، ولذلك لا تغطي هكذا أنشطة، لذلك أخبار قليلة جدا. يعني على سبيل المثال هذا الاستهداف الأخير هناك عشرات قتلوا في هذا الهجوم، لكن ما أعلن عنه هو فقط عدد قليل من الأشخاص، هم 6 أو 7 أشخاص، ولولا وكالة التسنيم الإيرانية لما عرفنا بمقتل هذا القيادي الحوثي. نعم، إذن ونحن أمام أعداد أخرى ربما سقطت أو قتلت في مثل هذه الحادثة الأخيرة، وهناك تكميم من قبل الإعلام أو المتنفذين في الداخل العراقي حول الشخصيات والأشخاص الذين قتلوا. الصحفي عمر الجنابي الكاتب والصحفي العراقي رئيس مركز نطاق لتطوير الصحافة وصناعة الرائج كنت معنا، شكرا جزيلا لك أستاذ عمر.
أشكرك جزيل الشكر، وأرجو من المحامي والدكتور طارق شندب أستاذ القانون الدولي أن يتفضل بالبقاء معنا. سنخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا، نعود ونكمل معكم الحديث حول مصرع مرتزقة وقيادات حوثية في العراق، دلالات الزمان والمكان. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير عدنا لنكمل حوارنا وحلقتنا حول مصرع مرتزقة وقيادات حوثية في العراق، دلالات الزمان والمكان، مع ضيفنا عبر الاتصال المرئي المحامي والدكتور طارق شندب أستاذ القانون الدولي. دكتور طارق، أجدد الترحيب بك، ونناقش هنا خطورة مثل هذا التشبيك الإيراني الطائفي الميليشياوي على بلداننا العربية وعلى اليمن بالتحديد وعلى المنطقة بشكل عام. هذا ما استطاعت إيران أن تزرعه في بلداننا العربية لميليشيات تحركها شاعة تشاء وكيفما تشاء، خدمة للمشروع الإيراني وللهدف الإيراني، دون النظر إلى مصالح الدول التي تجد فيها تلك الميليشيات أو مصالح أهالي تلك الدول. على سبيل المثال، ما ارتكبه الحوثي خدمة لإيران في اليمن، ما ارتكبته ميليشيات الحشد الشعبي في العراق وكيف تأتمر ومن يأمرها، وما ارتكبته ميليشيات حزب الله في لبنان وسوريا، حتى أنهم يتفاخرون قادة تلك الميليشيات في خطاباتهم أنهم تابعون لمحور الإيران أو للولي الفقيه، وأن وحدة الساحات التي تجمعهم ووحدة الضربات التي سوف يوجهونها للعدو الإسرائيلي. نتمنى أن يكون هناك توجيه ضربات للعدو الصهيوني، ولكن ما نراه هو فقط وحدة مساحات بينهم لتحقيق مصالحهم في استعمال الدول العربية كغطاء، واستعمال السلم الأهلي في الدول العربية، واستعمال مقدرات الشعوب العربية للقضاء على تلك الشعوب وعلى خيرات تلك الشعوب وعلى الأمان في تلك المناطق وتلك البلدان، ودون أن تحقق أي نتيجة فيما يصرحون به أو يقومون به. دائما الميليشيات الخارجة عن القانون، الميليشيات القائمة على الإرهاب والقتل والغدر، لا يمكنها أن تبني مستقبل. هذه ميليشيات هدفها القضاء على مشاريع الدولة في كل المناطق العربية، كما هو الحال في اليمن، كما هو الحال في العراق، وكما هو الحال في لبنان، وكل رأينا ماذا حصل في سوريا. والآن عند مشكلة الإرهاب الذي يمارسه الصهاينة على أهل غزة، ماذا ينتظر ذلك المحور الذي يدعي زورا أنه سوف يكون بتحرير القدس أو مساعدة أهل غزة؟ اتصلوا 300 يوم ولم يتدخلوا، بعد الصواريخ الشكلية أو العرضات التي قاموا بها، هل هذا ما يملكه هذا المحور؟ هم دمروا حمص وحلب ودمشق والمدن السورية بأعتى الصواريخ والقوة الجوية والميليشيات التي استجلبوها من كل دول العالم. الآن الحدود مفتوحة أمامهم من لبنان، لماذا لا يأتون بميليشياتهم ويذهبون ليقاتلوا؟ لماذا لا يضربون الصواريخ التي ضربوها على حمص وحلب ودمشق والزبداني؟ لو استعمل حزب الله تلك الصواريخ الآن ضد العدو الصهيوني، لكن كان صهيوني الآن في خبر كان. إذن هناك حتى الآن تصريحات الإيرانية البارحة وقبل البارحة، ومن يقرأ التاريخ ويقرأ التصريحات ويقرأ حقيقة النظام الإيراني يعرف أن النظام الإيراني يستعمل تلك الميليشيات، والكل بدأ يترك ذلك، وعلى يعني الكل أن يعرف أن تلك الميليشيات ما هي إلا بيادق تحركها تلك المشروع الإيراني، وتلك الميليشيات لا يهمها الدول التي نشأت بها، ولا يهمها مصالح لليمن وللعراق وللبنان ولسوريا، وإنما مصالح إيران التي تستعملها خدمة لها. الآن في لبنان القرار السياسي لمن والقرار العسكري لمن؟ حزب الله ماذا يفعل؟ ورط الشعب اللبناني بحرب أو سوي ورطه بحرب، ودون أن يحقق أي شيء لأهل غزة أو يقوم بمساعدتهم سوى الوسائل المتبادلة بين إيران والغرب وإسرائيل لتحقيق المصالح المشتركة واتفاق على بعض النقاط، وتقوم تلك الميليشيات بدور البروكسي أو اللاعب البيضق لتلك الدول لتحقيق بعض الضغط من هنا أو في ملف من هناك، ملف النووي وغير ذلك. للأسف هذا دور الميليشيات، وهذه هي خطورتها على المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي وعلى المنطقة كلها. نعم دكتور طارق، أشرت إلى يعني حقيقة الشماعة أو اللافتة التي ترفعها هذه الميليشيا برعاية إيرانية، والحديث على أنها تتحرك في إطار تنسيق واحد من أجل نصرة فلسطين، لكن لو لاحظنا سنجد أن
يعني التنسيق لتدمير الأوطان العربية هو العنوان الأكبر، يعني ما يتدفق على اليمن من أسلحة لقتل الشعب اليمني ولإدخاله في حرب مع بقية المحافظات اليمنية وكذلك مع دول الجوار، يؤكد بأن هذه الميليشيا لا تستخدم القضية الفلسطينية سوى غطاء، وربما كان هذا متشابها في بيروت وغيرها من المحافظات. ما رأيك أو الدول؟ صحيح صحيح، وهذا ما أشرت إليه. وللتوضيح مثلا، يعني خطابات حسن نصر الله دائما زعيم مش حزب الله في لبنان هي بالتهديد بقصف حيفا وما بعد حيفا، هذه الصواريخ التي جاء بها من إيران والتي جاء بها من سوريا والتي يضعها هنا استعملها داخل لبنان في 7 أيار وفي غيرها الحرب الداخلية اللبنانية من اغتيالات وقتل. الآن مرت 300 يوم على العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أكثر من 50,000 شهيد يبيتون في العراء. طيب متى تستعملون تلك الصواريخ؟ هل حتى يموت كل الشعب الفلسطيني؟ متى؟ أما ماذا؟ ماذا؟ ما كيف يكون جوابهم؟ هل ببعض الطيارات المسيرة التي فقط يستعملونها للتغطية؟ هذا أمر صار واضحا. أقول هناك قصف متبادل بين العدو الصهيوني وبين تلك الميليشيات في بعض النقاط المحددة، وهي نقاط خلاف وهي متبادلة بين إيران والغرب وبين إيران وإسرائيل، وهذا الأمر بات مفضوحا ومعلوما. نفس الأمر في اليمن، ما جرى في الحديدة سابقا وكيف كان التحالف الدولي كله السياسي والعسكري يريد حماية الحديدة من عدم وحمايتها من السقوط بيد أو عودتها إلى الشرعية إن صح التعبير، وحماية الميليشيات. الأمر واضح جدا سواء في مجلس الأمن أو غير مجلس الأمن. ولماذا تبقى الحديدة خارج الشرعية اليمنية؟ لأنها باب أساسي للتهريب وإدخال السلاح إلى اليمن لاستمرار الفوضى داخل اليمن خدمة لمن؟ خدمة لإيران وبتغطية غربية. إذن الأمور واضحة جدا لا تحتاج إلى تحليل، ولكن نحن بحاجة إلى قراءة حقيقية. لبنان والعرب بحاجة لقراءة حقيقية. بالفعل لبنان دكتور طارق، لبنان واحد من الدول العربية التي اكتوت باكرا بهذه الميليشيا وخاضت عراكا وأخذت تجربة كبيرة مع هذه الميليشيا وكيف أنها ترفع شعارات معينة ثم تتحرك باتجاهات أخرى لإسقاط الدولة وإفشالها واستهداف الطوائف الأخرى ونصرة الميليشيا الطائفية في دول عربية أخرى. اليمن هذا البلد الذي ربما زرعت فيه الميليشيا الحوثية التابعة لإيران مؤخرا، كيف يجب عليه أن يستفيد من هذه التجربة للشعب اللبناني؟ وكيف أنه يجب عليه ألا يقبل بجمع الطوائف يعني التابعة لإيران الشيعية بالتحديد من كل الأوطان العربية سواء من لبنان أو من العراق أو من سوريا أو حتى من باكستان وغيرها من الدول وإيران إلى داخل صنعاء؟ هذا حدث للأسف. لبنان عاش تلك التجربة السيئة وما زال يدفع ثمنها حتى هذه اللحظة من تلك الميليشيات التي تنقلب على الدولة في كل لحظة وفي كل أمام كل مفترق سياسي تريده إيران، تحالف مع كل الأطراف السياسية في لبنان وفجأة يخرجون في بداية الصيف كل مرة ويهددون ويرعدون مع العدو الإسرائيلي ويعني يضربون الموسم الصيف في لبنان في كل سنة خدمة لمشاريع إيرانية. عداك أن تلك الميليشيا بالذات يعني ارتكبت في لبنان من الجرائم ما ارتكبته الكثيرة، تتاجر بموضوع القدس، ذهبت إلى سوريا ذبحت الشعب السوري، استجلبت كل الميليشيات. أقول للشعب اليمني نحن عشنا هذه التجربة المريرة مع تلك الميليشيات، قضت على مفهوم الدولة، قضت على مفهوم المدنية، قضت على مفهوم الحداثة، قضت على مفهوم الإنسانية. هل تتخيلون أن تلك الميليشيات ذبحت الأطفال السوريين وهم أطفال وهجردتهم؟ هل تتخيلون تلك الميليشيات اغتالت كبار ضباط وساسة ووزراء ورؤساء حكومات لبنانيين؟ وهذا الأمر معروف جدا وبكل براد الدم. حول لبنان من سويسرا الشرق كان يأتي إليه كل العالم العربي إلى بلد مهزوم نفسيا، إلى بلد مكسور اقتصاديا، إلى بلد منهو بكل أشكاله، إلى بلد مصدر أساسي للمخدرات والكبتاغون، إلى بلد أصبحت فيه العملة الوطنية خسرت فيه خلال سنة واحدة أكثر من 97% من قيمة، إلى بلد يهاجر أبنائه بحثاً عن نقمة العيش بعدما كان لبنان موطئاً أساسياً لأهم المستشفيات التي يأتي إليها العرب للطبابة في بيروت أصبحت فارغة. هذا ما جنته الميليشيات على لبنان، وأتمنى
على الشعب اليمني العزيز أن يعي خطورة الميليشيات الحوثية التي هي نفس المنبع والتي جاءت إلى بيروت وتدربت في بيروت وتأخذ نفس الدعم ولديها تبث من بيروت، أن يعوا حقيقة أنهم يحاول تلك الميليشيات سوف يدمرون بلدهم كما دمرته الميليشيات اللبنانية، تأخذ نفس الدعم العسكري كما دمروا نعم العسكري صحيح. والإعلامي والسياسي وغير ذلك. دكتور طارق، يعني الشعب اللبناني وخلال الفترة الماضية ربما أصبح أكثر وعيا في يعني مسرحيات وعنتريات حسن نصر الله أو حزب الله وغيرها فيما يتعلق بإسرائيل، رغم أنهم أنه خاض معركة مع إسرائيل إن صح التعبير، دمر فيه الكيان الغاصب أجزاء كبيرة من الأراضي والبنية التحتية والمنازل اللبنانية. هل تعتقد أو ترى بأن الشعب اليمني يمكن أن يغتر بمجموعة مسيرات أطلقها الحوثيون في الفترة الأخيرة، وأن هذا يمكن أن ينطلي عليهم أو يمسح جرائمهم التي ارتكبوها في حق الشعب اليمني؟ هي جرائم لم ترتكب في حق الشعب اليمني فقط، هي ارتكبت في حق كل شخص، كل آدم، كل إنسان. ما ارتكبه الحوثي بحق اليمنيين جرائم بشعة جدا، وما ارتكبه حزب الله بحق الشعب اللبناني والسوري أبشع من جرائم الحوثيين، بل فاقتها كذلك، وهم من نفس المنبع ونفس العقيدة ونفس المدرسة الإرهابية. ولو تعلقوا بأستار الكعبة لم يمحوا أحدا تاريخهم الذي حديث، تاريخ حديث منذ سنوات، وهم يذبحون الشعب السوري. وحتى اللحظة جاءوا بكل الميليشيات من العالم إلى سوريا بطابع طائفي مقيت، شعارات مذهبية نصرة للسيدة زينب ونصرة لا أعرف لماذا، ويستحضرون التاريخ من 1400 سنة كما قال الأستاذ عمر الجنابي كما يحدث في العراق كذلك، ويذبحون الشعب السوري على الهوية. هذا الأمر لا يمكن لأحد أن يغفل عنه. لو دمروا إسرائيل كلها وهم لن يفعلوا، لن يستطيعوا أن يمحوا الجرائم وتاريخهم المجرم بحق الأطفال والنساء والرجال. ما فعل الحوثي من الاعتداء على المدارس والمستشفيات وخطف الناس في، وحتى اللحظة هناك آلاف المختطفين من خيرة شباب اليمن، وما دمروه وما ارتكبوه من جرائم اغتصاب وغيرها، وما ارتكبوه كثير من الجرائم في اليمن، لا يمكن أن ينطلع باليمني ولا الشعب العربي ببعض المسيرات من هنا أو هناك. هذا الأمر بات محسوما. هذه المسيرات التي يستعملونها أو الصواريخ التي يستعملونها هي فقط لتبييض عملية أو إخفاء عملية الاتفاق السري بينهم وبين إسرائيل، أو لتبييضهم عما ارتكبوه من أفعال إجرامية. ولكن لو عدنا الآن مباشرة، انتهت الحرب الآن في غزة، الكل يعرف مباشرة ماذا ما أنهم ميليشيات الحوثي. وأكبر دليل على ذلك أنه عندما استشهد إسماعيل هنية رحمه الله في إيران غدرا منذ عدة أيام ومعه مرافقه رحمهم الله، وبنفس اليوم قتل أحد قيادي حزب الله في بيروت، وكان معه عنصر إيراني كذلك، ضابط إيراني، ضابط مخابرات إيراني كبير. نحن في لبنان صلينا في كل جوامع على الشهيد، صلاة الغائب الشهيد عباس، الشهيد إسماعيل هنية. لم يذكر أحد يعني الآخر الشياوي لحزب الله. نفس الأمر حصل في تركيا، نفس الأمر حصل في أعتقد في اليمن، نفس الأمر حصل في دمشق حتى رغم الاحتلال النظام وغيرها. إذن الشعوب العربية باتت مدركة تماما الفرق الحقيقي بين من هو مقاوم حقيقي وبين من يتاجر باسم المقاومة ويذبح ويقتل. عن أي دين يتحدثون وعن أي مقاومة إذا كانوا يقومون بذلك على مبدأ القتل والاغتصاب واغتصاب حقوق الناس والاعتداء عليهم. أنا أتابع التقارير التي تصدر عن منظمات حقوقية يمنية، أتابعها بشكل دوري يعني، وتقارير حتى تقارير الخارجية الأمريكية وتقارير الأمنيستي وهيومان رايت ووتش وتقارير كثير من المنظمات الحقوقية اليمنية. شيء يندهو جبين البشرية عما يرتكبه الحوثي للجرائم، عما ارتكبوه بحق الكثير من الأبرياء المختطفين المئات حتى هذه اللحظة لإذن الله يفرج عنهم أو ليعترف بهم، قتل النساء متعذيبة من الاعتداء عليهم، عاديك وناهيك عن آلاف الجرائم التي ترتكب والكل يشاهدها وينشرها وهذا أمر معروف. عن أي دين يتكلم هؤلاء؟ يريدون أن يكذبوا على الناس باسم الدين وباسم القدس، والقدس والدين بريء منهم. الدكتور طارق شندب المحامي وأستاذ القانون الدولي كنت معنا في حلقة اليوم، أشكرك جزيل الشكر دكتور على مشاركتك لنا هذا الحوار.
شكرا جزيلا لك. وكما أيضا أشكر الصحفي عمر الجنابي الكاتب والصحفي العراقي رئيس مركز النطاق لتطوير الصحافة وصناعة الرأي، كان أيضا معنا وشاركنا هذا الحوار عبر الهاتف. التحية لكم مشاهدين الكرام، أنتم على حسن المتابعة، ونلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.